خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور. أهلا بك أستاذ يوسف وأهلا بكل السادة المشاهدين. دكتور أيمن، يمكن النهاردة فخامة الرئيس التقى بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان وتم الحديث في أكثر من موضوع، ولكن طبعا من أبرزها هو الوضع الراهن والتصعيد تجاه القطاع. كيف ترى وجهات النظر أو توافق وجهات النظر ما بين القاهرة وأنقرة؟ أولا أستاذ يوسف، مصر تستطيع من خلال الجهد الكبير جدا سواء مع الأشقاء في العرب في منطقة الشرق الأوسط التي تشملها تركيا أو حتى على المستوى الدولي، مصر استطاعت أن تبني بالفعل مقاربة سياسية وإنسانية متكاملة. هذه المقاربة أولا تحذر وتطلق جرس إنذار للجميع بأن ما يجري في غزة يمكن استنساخه في مناطق أخرى، ويمكن أن للصراع أن يندلع ويتوسع ويتمدد إلى أقاليم أخرى ومناطق أخرى، وهذه خطورة كبيرة جدا ليس فقط على الأمن والسلم في المنطقة العربية والشرق الأوسط، لكن للسلم والأمن الدولي. هذا رقم واحد. الأمر الثاني، مصر استطاعت أن تبني وجهات نظر عربية ودولية وإقليمية حول مقاربتها بضرورة وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، وإدخال المساعدات إلى أشقائنا في قطاع غزة، وأيضا وصولا إلى الهدف النهائي وهو حل الدولتين وأن يكون هناك حل سياسي. ودعني أستاذ يوسف هنا أذكر حضرتك وأذكر السادة المشاهدين بأن ما يجري الآن من مآسي ومن عنف في المنطقة هو كان نتيجة لعدم سماع وجهة النظر المصرية والنصائح المصرية. مصر كانت تقول دائما لن يكون هناك استقرار في المنطقة ما دامت القضية الفلسطينية لم تحل. مصر كانت دائما تحذر من فصول جديدة من فصول العنف ما لم يكن هناك مسار سياسي وحل سياسي للقضية الفلسطينية. لذلك مصر سعت خلال الفترة الماضية على أكثر من مسار وأكثر من جبهة. على سبيل المثال زي ما حضرتك أشرت، لماذا مصر كانت تسعى لتوحيد صوت الفصائل الفلسطينية حتى يعني تفوت على إسرائيل ما كان تدعيه بأنه لا يوجد شريك فلسطيني للسلام. مصر كانت تريد أن يكون هناك جبهة فلسطينية موحدة تتحدث بلسان واحد وتوجه واحد حتى يكون طريق السلام متاح للجميع. مصر أيضا كانت تقول أن مبدأ حل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية، وكانت مصر تسعى دائما لتهيئة جلوس الفلسطينيين والإسرائيليين على مائدة مفاوضات واحدة. وكثيرا ما سمعنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحذر من انسداد المسار السياسي وعدم جلوس الفلسطينيين والإسرائيليين على مائدة واحدة، لأنه منذ أبريل عام 2014 لم تجرى أي مبادرة، لم يكن هناك أي حديث عن مبادرة مبدعة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين منذ المفاوضات التي قادها جون كيري لمدة 9 شهور ولم تفضي إلى أي نتيجة منذ عام 2014. نحن نتحدث عن عقد كامل أو ما يقرب من عقد كامل كل من الفلسطينيين والإسرائيليين في مسارات أحادية ولم يلتقيا على الإطلاق. لذلك مصر الآن بتحذر مما يحدث في الوقت الحالي، بتبني مقاربة للسلام، مقاربة للجميع، لكن في ذات الوقت مصر بتحذر من أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. لأن بالمناسبة أستاذ يوسف، عندما تتحدث إسرائيل عن إزاحة الفلسطينيين لمسافة 19 كيلومتر من شمال القطاع إلى الجنوب، هذا رغبة من إسرائيل أو سعي من إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية ودفع الفلسطينيين للخروج خارج قطاع غزة. وبالمناسبة الخطة لها جناحان لا تتعلق فقط بقطاع غزة، لكنها تتعلق أيضا بالضفة الغربية، لأن وزير الأمن الوطني الإسرائيلي بيتحدث عن عملية أخرى سوف يتم إطلاقها بعد الانتهاء من قطاع غزة في الضفة الغربية، وتهدف في النهاية أيضا إلى طرد سكان الضفة الغربية إلى الأردن، وبالتالي يتم تصفية القضية الفلسطينية بشكل عام. لماذا طرد السكان من الأراضي المحتلة بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية؟ في العرف الدولي وفي العرف الدول، الدولة تتكون من 3 مكونات،
الأرض والشعب والسلطة أو الحكومة. عندما يتم إزاحة وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه، إذا أنت تصفي القضية وتنهي القضية الفلسطينية. هذا حلم إسرائيلي أو هذا وهم إسرائيلي من سنة 1982 بالمناسبة. من قبل يا دكتور، لأنه إسرائيل بدأت وانتهجت سياسة الترانسفير من الستينيات تحديدا، ودفعت بأعداد لا بأس بها على الإطلاق للمملكة الأردنية آنذاك يعني. فعمليا هي فلسطين تنتهج سياسة الترانسفير من الستينيات، وانتهجت إسرائيل. سياسات طبعا إسرائيل تحديدا، وانتهجت سياسات الأبرتايد مع جدران عازلة وما إلى ذلك، وبالتالي إسرائيل يجب أن يتحول المجتمع الغربي لرؤيتها باعتبارها تمارس سياسات تطهير عرقي. بالتأكيد بالتأكيد يا أستاذ يوسف، لأن للأسف في الوقت الحالي الرواية الإعلامية والرواية السياسية التي تتحدث عنها وسائل الإعلام الغربية كلها تتحدث أن ما تعرضت له إسرائيل يوم السبت الماضي فقط، دون الحديث عن السياق العام. نحن نتحدث عن دولة تحتل أراضي، وبالتالي من حق أي شعب تحتل أرضه وفق القوانين الدولية وفق كل شيء من حقه أن يقاوم. وبالمناسبة أرض فلسطين بالحدود التي نتحدث عنها في حل الدولتين، والتي تضم قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، هذا معترف بها في الأمم المتحدة منذ ديسمبر عام 2012. في ديسمبر عام 2012 في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية 171 دولة اعترفوا بما سمي نون ممبر ستيت أو دولة مرائب على حدود 67. وبالتالي هذه الأرض أصبح لها عقد موثق وموجود في الأمم المتحدة، ولا تستطيع إسرائيل أن تدعي أن هذه الأرض ليست أرض فلسطينية وليست أرض الفلسطينيين. وبالتالي تهجير مواطن واحد من هذه الأرض يتنافى مع القانون الدولي الإنساني، بيعتبر تهجير قسري، والتهجير القسري في العرف الدولي وفي القانون الدولي هو جريمة حرب بامتياز. هي جريمة سؤال حرب يا دكتور. متكاملة الأركان. سؤال يا دكتور، وحتى خبير في العلاقات الدولية، تبقى للقانون الدولي أيضا إسرائيل مفترض جدلا أنها مسؤولة عن الشعب الفلسطيني على الأرض المحتلة تبقى للقرارات بتاعة الأمم المتحدة ما بعد 5 يونيو 67، وعليه هي مسؤولة عن إمدادهم بالمياه النظيفة، الكهرباء، المدارس، المستشفيات إلى آخره، ولم صحيح. تقم إسرائيل بأي من مسؤولياتها ولا حتى عشر معشار مسؤوليتها تجاه شعب محتل طبقا للقانون الدولي. بالتأكيد اتفق معك تماما أستاذ يوسف. ليس هذا فقط، ده إسرائيل بدلا أن باعتبارها دولة قائمة بالاحتلال وعليها واجبات تجاه الشعب الذي تحتله، هي تقوم بالمحاصرة. انظر إلى الرئيس بوتين، ماذا قال الرئيس بوتين؟ قال أن حصار إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وتحديدا لقطاع غزة يشبه حصار مدينة لينينغراد أثناء الحرب العالمية الثانية عندما حصرها النازيون. عندما يأتي هذا من يعني رئيس دولة مثل روسيا، العالم كله يتحدث الآن عن السياسة العنصرية التي تقوم بها إسرائيل. قطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة بشكل جماعي، هذه جريمة موصوفة في القانون الدولي بأنها جريمة حرب. كل من اتخذ هذا القرار أو شارك فيه أو صوت عليه في إسرائيل، يمكن لفلسطين الآن باعتبارها دولة في المحكمة الجنائية الدولية أن تقدم هؤلاء إلى هذه المحكمة. وهذا بالمناسبة واضح جدا، لأن القرار معلن والمشاركين فيه معلنون، ووصف هذه القضية موجود ومعروف في المحكمة الجنائية الدولية. لذلك أنا في تقديري ليس أمام إسرائيل إلا أن ترضخ وتقبل بالمقاربة المصرية، وهو السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، لأن غير ذلك سوف يتحول إلى جريمة حرب، إلى تجويع جماعي، إلى قتل جماعي خارج القانون. وهذا أنا في تقديري لم تقبله البشرية ولن يقبله الضمير الإنساني مهما بدا من دعم يعني مطلق وغير مشروط من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمناسبة مع مرور الوقت يبدو وتظهر في المواقف الأمريكية اختلاف مع الموقف الإسرائيلي. يعني على سبيل المثال، عندما طلبت إسرائيل من الفلسطينيين أن يتركوا منازلهم خلال 24 ساعة، خرج جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي وقال إن هذا الأمر غير معقول وغير لا يمكن تنفيذه في 24 ساعة. وبالتالي هنا بدأ من ملامح الخلاف في الموقف الأمريكي عن الموقف الإسرائيلي. هي المسألة ليست 24 ساعة وحتى 240 ساعة، وأنا أطلع من البيت ليه؟
يعني ده سؤال الحقيقة، موقف شديد الغرابة ينظر إليه العالم بطريقة أكثر غرابة. يعني إذا كنت وقفت حصرت جنوب إفريقيا، أو تحديدا في وقت الحكومة العنصرية، حصروا هذه الحكومة العنصرية حتى تعترف بحق السكان الأصليين وعدم انتهاج أي شكل من أشكال العنصرية وسياسات التطهير العرقي ناحيتهم، طب ما تعملوا كده ناحية فلسطين. ده شيء غريب جدا يعني. بس هنا يجي سؤال، طبقا لا يمكن الاجتماع اللي حصل النهاردة ما بين فخامة الرئيس وما بين وزير الخارجية التركي، في ظل علاقات تتحرك من الجيد إلى الأجود منه ما بين القاهرة وأنقرة، تعتقد أنه كيف يمكن للعاصمتين أن هم يلعبوا دور في مسألة الجلوس على مائدة مفاوضات؟ أولا أستاذ يوسف، الموقف المصري والدولة المصرية هي الدولة الوحيدة في العالم في تقديري التي تستطيع أن تتصل بالأطراف الثلاثة الفاعلة في هذه الأزمة، وتستطيع ليس فقط أن تتصل بهم لكن أيضا تؤثر في مواقفهم، وهم إسرائيل، دولة إسرائيل، الفصائل الفلسطينية، الدولة، السلطة الوطنية الفلسطينية. مصر تتواصل مع هؤلاء بشكل جيد، تؤثر فيهم وتفهم ما يفكروا فيه. تركيا أيضا دولة إقليمية مهمة للغاية، وتركيا هي أول دولة إسلامية اعترفت بإسرائيل سنة 1949، يعني بعد قيام إسرائيل بشهور قليلة، وبالتالي هناك علاقة قوية ما بين تركيا وإسرائيل. لذلك أنا في تقديري القاهرة وأنقرة يمكن أن يطوروا منصة سياسية يجمعوا حولها سواء الدول العربية أو الدول الشرق أوسطية أو حتى الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، لطرح المقاربة التي تحدث عنها مصر اليوم، وتحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تبدأ بالدعوة لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وصولا إلى الحل السياسي، لأن هذا هو أهم شيء. بالمناسبة لو انتهت هذه الأزمة دون التوصل إلى أفق سياسي لحل هذه القضية بشكل نهائي وبشكل كامل، سوف يتكرر هذا المشهد مرة أخرى. نحن رأينا حروب في أغسطس 2022، في مايو 2021 كان هناك اجتياح بري أيضا لإسرائيل لقطاع غزة في عام 2014، وماذا فعلت إسرائيل؟ الآن تهدد بالاجتياح البري لقطاع غزة. سبق لها أن اجتاحت قطاع غزة مرتين، عام 2008 وعام 2014، ولم تفعل أي شيء ولم تحصل على أي نتيجة. وبالتالي الحل ولم الوحيد، يعني أنا أعتقد، صححني لو أنا غلطان يا دكتور، الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على الاستمرار في حرب متصلة لأكثر من 51 يوم إياهم. بعد كده بيبدأ ينهار الاقتصاد، انهيارات واضحة، بيبدأ يحصل بقى مظاهرات جوه الداخل الإسرائيلي لو اعتبرنا أن له داخل إلى آخره، وبالتالي ده بيجبره أكتر على الانسحاب والتقهقر للوراء خطوة أو خطوتين، فما فيش قدامه، وصححني برضو، غير الجلوس على مائدة مفاوضات. صحيح أستاذ يوسف، يزيد عن كل اللي حضرتك أشرت إليه أن وضعية إسرائيل حتى قبل يوم السبت الماضي وضعية هشة للغاية. نحن نتحدث عن مظاهرات دائمة، مشاكل بين نتنياهو وبين المعارضين. صحيح. لصورة إسرائيل في الخارج، صورة الدولة الهشة، ليست كما كانت تصور في الخارج بأنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط وما إلى ذلك. كل الاقتصاد الإسرائيلي، حتى البورصة الإسرائيلية انهارت في الأيام القليلة الماضية. كل ذلك يؤشر، بالإضافة إلى أن هناك دراسات كثيرة تقول أن دائما إسرائيل في العقد الثامن تبدأ نهايتها، تبدأ انكماشها، يبدأ أفول نجمها. لذلك أنا في تقديري ما يحدث الآن سوف يؤثر وبعمق في إسرائيل وفي وضعية إسرائيل وفي وجودية إسرائيل في المنطقة. صحيح. أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية.